ابنة 29 ربيعا تغادر إلى الأبد هذه الدنيا تاركة وراءها زملائها من الجيش الأبيض بولاية ستيف. كيف لا والكل يشهد للطبيبة صياح أميرة ابنة بلدية عين عباسة بالصمود في وجه الجائحة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة عين أزال لإنقاذ أرواح إخوانها، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. اللهم كان حتى مثل لهنا من على بليش انا يا ليلي الله محمد رسول الله، ما كان حتى ممثل للصحه لهنا، شكون يمات ليلي الله محمد رسول الله؟ حنا عند ربي ان شاء الله نعتبروها شهيده وضحيت. شوف الطبيب وشوف الفريق اللي راهو الله يحفيه، جنازه تمشي فيها امبيلونس، ما عنديش راه نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، هذا واش نقول؟ ما كان حتى اعتبار للطبيب، لا هو حي ولا هو ميت. كناش متوقعين تشوف إنسانة ما شاء الله طبيبة متفانية تخدم تجري مسكينة، ما عندهاش بزاف اللي حكمت هذا المنصب تاع العمل تاعها. والحاجة اللي تغيظ أكثر إنك تروح يعني في الأكسجين ما كاينش. بمسقط رأسها عين عباسة شيعت جنازة شهيدة الجيش الأبيض المرحومة الطبيبة صياح أميرة بحضور رفقاء دربها وأبناء أترابها الذين لم يكفوا على الترحم على روحها الطاهرة قبل وبعد أن توارى الثرى بمقبرة الكرمة. داروا لها فيكياسيون، جابوها لها لسطيف، وعندها مدة أسبوع هي في الإنعاش، واليوم ثاني يوم عيد من ربي قضاء وخلاص. ماتت شهيدة من أجل هذا الإعلام، هذه كما ماتوا أجدادها، إن شاء الله ربي يلهمها، إن شاء الله ربي يدخلها الجنة في جنة فردوس إن شاء الله يا ربي، ويلهمنا الصبر والسروال. يا راهي تمثل أختنا وزميلتنا في المستشفى، يا راهي كانت أوسبيطاليزي هي وأختها وأبويها في المؤسسة الشفائية عين أزال لما يقارب العشرة أيام، وبعد كي تأزمت الحالة تاعها جينا نلقاو لها بلاصة في مصلحة الإنعاش بالسياشو تيتيف، راك تعرف مصلحة الإنعاش باه تلقى بلاصة سورتو مع الوباء هذا، طلعناها كما يقولوا المصلحة تاعها ونتبعوا فيها يوميا، وفرنا لها كلش لآخر لحظة الله يرحمها. فيروس كوفيد 19 يخطف جندية من جنود الجيش الأبيض صياح أميرة، فلا عبارات التعازي تسع تضحيات جيشنا الأبيض، ولا منبر الخطباء يمكن أن يسمع أنينكم، فلم يبق لنا ولكم إلا ملاذ غيره سبحانه جل في علاه، فرحمة الله عليك يا أميرة.